بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال لنقل احداث نهائي كره السله دوري المرتبط رجال والتي تقام على صاله هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في تمام الساعة 8:30، أي بعد حوالي ساعة من الآن. المباراة اليوم النهاردة النهائي، الأهلي والاتحاد، من سيفوز سيحرز اللقب. قبل طبعا ما نتناول المباراة فنيا وطبعا توقعاتنا مع ضيوفي، بحب أرحب بضيوفي في البداية. الكابتن عماد مراد أحد نجوم منتخب مصر السابق ونادي الأهلي، وأحد طبعا نجوم النادي الأهلي في زمنه الجميل. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن ياسر، لينا الشرف نكون مع حضرتك من القناه. برحب بالكابتن محمد سلعاوي، نجم مصر والنادي الاهلي وهداف لوس انجلوس، بطوله لوس انجلوس الاولمبيه 1984. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، شرف وجودنا. الله يخلي ان شاء الله ماتش كويس واحنا متفائلين خير ان شاء الله يا رب. كابتن عماد ابتدي بحضرتك، يعني المباراه ليها اهميه، عايزين نحكي للساده المشاهدين المباراه بتيجي في ظروف عامله ازاي، يعني ملخص عن المباراه كابتن. بس والله يا كابتن قاسم، اول حاجه بس حبيت اتكلم عليها، يعني بالنسبه للي حصل في الماتش اللي فات، عايزين نتكلم حاجه كده سنه صغيره. انا شايف يعني وسائل التواصل الاجتماعي كان في كلام كبير قوي ان كابتن اشرف كان عصبي شويه. انا عايز بس اقول للناس، اولا كابتن اشرف ما كانش حد يقدر يلوم عليه لو هو كان خسر المباراه، وهو عارف كده، راجل خبير وعنده خبرة. أولا ناقص عنده 5 من أهم اللاعبين منتخب مصر، مش النادي الأهلي، 6 كمان أو 6 كمان لو هنحط هنا السلعاوي يبقى 6 طبعا. الراجل ما كانش هيبقى عنده له أي لوم لو هو خسر، بس هو دي روح النادي الأهلي، وطول عمره كابتن أشرف ما يحبش يخسر. يعني الراجل مؤكد 100%، هو ده اللي خلاه يبقى يعني زعلان ان هو ممكن يكسب وسهل جدا، ولكن حصل بعض أخطاء سواء من التحكيم أو أي حاجة في الماتش. أنا عاوز بس أوضح الحتة دي، لكن احنا ان شاء الله عندنا امل. النهارده كابتن عمرو الجندي الحمد لله تاكد سلبيته، الحمد لله المسحه اللي خدها هو كابتن ايهاب امين، فان شاء الله يكون قوه جامده جدا للنادي الاهلي النهارده، وعندنا امل كبير جدا ان شاء الله. احنا الماتش اللي فات كان في ايدينا وفي اخر شوط راح مننا بدلك، فان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده، وعندنا امل كبير ان احنا نكسب ونكسب دوري المرتبط ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عماد. كابتن سلعاوي اجي لحضرتك، مباراه النهارده بتيجي في ظروف صعبه للفريق، ايضا ما زال الامل قائما، احكي لنا احنا البطوله عامله ايه، المرتبط عمل ايه، دينا طبعا ملخص عن المباراه. في البدايه احنا عندنا ثقه كبيره جدا في ربنا وفي فرقتنا وفي جهازنا وفي اللعيبه بتوعنا، وانا عندي ثقه ان هم يكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله. في البدايه احب نبارك لفريق 16 سنه المرتبط، الفريق ده ما خسرش ولا مباراه السنه دي، فريق ماسكو اسلام الكيلاني، فريق اتعدى كويس. واللي عايز اضيفه برضو ان احنا عندنا مرحلتين من 16 الف وب، وكان صعب جدا عمليه الاختيار ما بينهم. عندك وفر في اللعيبه، عندنا وفر في اللعيبه، وعندنا ليه، لان المرتبط السنه الجايه ان شاء الله 18 سنه، ما سنه 16 سنه 18 حسب النادي، فالنادي بيعمل حساب هذه الخطوه. برضو عايز اضيف نقطه للكابتن عماد اتكلم فيها، حته هو يعني انا اعلم ان الجهاز الفني للدرجه الاولى كان عليه ضغط شويه، اكيد من نهايه الموسم اللي فات وبدايه الموسم وكده، فكانوا مضغوطين شويه، فممكن يكون سبب من الاسباب. بس احنا كل ده هنخليه وراء ظهرنا، ونبدا النهارده ان شاء الله مع فرقتنا برجوع الاثنين ايهاب امين وعمرو الجندي، من احسن الصفقات اللي اتعملت، اتنين قوة ضربة هتأثر معانا ان شاء الله النهاردة. بس ده مش معنى ان اتنين رجعوا ان الباقي يعني يرتاح او لا، احنا كلنا ان شاء الله المكسب بايدينا، والمكسب قريب ان شاء الله اكيد. بس انا عايز اوضح حاجة للسادة المشاهدين، يمكن طبعا انتوا عارفين دوري المرتبط بيبقى على جولتين، الجولة الاولى بتبقى الكبار الصغيرين، وبعد كده الكبار او فريق 16 سنة والكبار، والمباراة المباراتين دول اتلعبوا اول امبارح، فاز المرتبط بالمباراة الأولى، الفريق الكبير خسر تقريبا 81-71، يعني المرتبط كسب والكبار خسروا. جينا النهاردة بعد ما يبقى يوم راحة، امبارح لعبوا السيدات وبنبارك لهم طبعا على فوزهم، النهاردة بيلعبوا الرجال. المرتبط لعب من الساعة 4 فاز 69-25 على ما أتذكر، سكور كبير. دلوقتي مباراة الرجال الساعة 8:30، لازم الرجال تكسب، يعني أيا كان اللي هيكسب النهاردة هو اللي هيفوز، يعني مباراة النهاردة هي نهائي. طيب كان
ما عادش في احتماليه خلاص، هو اللي هيكسب هيشيل الكاس. طب خليني اقول لحضراتكم حاجه، كان في عندنا 5 لاعبين مصابين بفيروس كورونا زائد احمد السلعاوي، طبعا اصابه عاديه ركبته ربنا يشفيه يا رب، فكان عندنا 6 اصابات. النهارده النادي الاهلي عمل مسحتين لعمرو الجندي وايهاب امين وتاكد سلبيه العينه. طبعا العينه اخذت تحت اشراف اتحاد السله عشان طبعا تبقى معتمده من الاتحاد، والحقيقه هما الاثنين سلبي. ولكن الاثنين لعيبه بقى لهم 10 ايام ما اتمرنوش، وده وضع طبيعي جدا ان هم كان عندهم كورونا وكانوا عازلين نفسهم، فمن نتوقعش الكثير منهم فنيا، وطبعا ضيوفي هياكدوا الكلام ده او ينفوه، هم طبعا ادرى بيه مني، انما انا اتوقع لاعب بقى له 10 ايام ما اتمرنش، فلا نتوقع منهم فنيا الكثير، ولكن وجودهم مع الفريق هو دافع معنوي اكيد زائد دافع فني قد يعني يوظفهم كوتش اشرف توفيق بالطريقه التي تناسب يعني استعدادهم او غيابهم 10 ايام. ولكن المجموعه اللي موجوده كانت متفوقه في الماتش اللي فات، اغلب فترات الماتش 12 بونت و10 بونت، فاذا المجموعه كلها نجوم وعندنا ثقه فيهم. يعني يا كابتن عماد، هل الكلام اللي انا قلته ده فيه حاجه حضرتك شايف محتاج تضيفها او حاجه انا بقولها غلط؟ يعني طبعا الحمد لله انت يا كابتن هاسم لعيب دولي وعارف الكلام دوت. فعلا طبعا عمرو الجندي وايهاب امين لا نتوقع ناخد منهم فول باور، ولكن على الاقل يبقى فيه روتيشن تريح لبعض اللاعبين. كابتن اشرف عنده اوبورتيونيتي، عنده فرصه ان هو يعمل روتيشن اعلى، يقدر يريح بعض الناس، يقدر الحمد لله يستفيد منهم، ان شاء الله تستفيد من اللعيب دقيقه دقيقتين ويرتاح. في الاخر هم قوه لا يستهان بها، ربنا يوفق الباقي زي ما قال الكابتن سلعاوي اللي كانوا رجاله الباقي. احنا المره فاتت لعبنا ب8 لاعبين ضد 12 لعيب، كابتن مارع عرف يعمل روتيشن جامد جدا معاهم، فانا ان شاء الله نتوقع القوة ديت ان شاء الله عمرو الجندي وابا مين يساعده وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. طب كابتن عماد، يعني اجل حضرتك في استعراض قوائم الفريق، يمكن نبتدي بالاهلي قائمه اللاعبين، اتفضل يا كابتن عماد. عندنا طبعا الكابتن عمرو الجندي ان شاء الله هيكون موجود، ايهاب امين، اليكس يونج، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، حاتم البحيري، واحتمال يكون عمرو زهران ان شاء الله موجود، محمود وليد، عبد الرحمن حسام ان شاء الله. تمام يا كابتن. ومحمد مصطفى مودي برضو هو كان مصاب عنده الكورونا. طب كده يا كابتن مين المصابين او يعني ما زالوا يعني عندنا؟ عمر طارق، مودي مصطفى ومودي الجرح لغايه دلوقتي اصابته برضو عنده مزق جامد جدا، صعب يلعب. احمد السلعاوي قوه لا يستهان بها، كان شايل الفرقه السنه اللي فاتت، فربنا يعمل الصالح يا رب. وفضيل وعفضيل طبعا وعفضيل لسه مصاب بكورونا. طب كابتن سلاوي، اجل حضرتك في استعراض قائمه سله رجال اتحاد اسكندريه، اتفضل يا كابتن. احمد عادل، اسماعيل احمد، مصطفى فوده، هيثم كمال، مؤمن دوجا، محمد طه اللي هو الشهير بميدو، جايلين بارفورد، يوسف شوشه، احمد صباغ، احمد ابو العلا برضو بيبو، ادهم الصباغ، علي محمد، رامي ابراهيم. دولت اعتقد مش هيبقى فيه غياب لان مفيش قائمه متكامله، مساحات لعيبه الاتحاد الحمد لله كلها سلبيه، مفيش اي عينه ايجابيه او حاجه، فكلهم مشاركين باذن الله. طب كابتن عماد، اجل حضرتك في استعراض الجهاز الفني لسله رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن. هو طبعا المدير الفني كابتن اشرف توفيق، سيد مصطفى مدرب العام، احمد جارح مدرب عام برضو، في الكابتن علاء لطفي المحلل ثبت ايجابيته الكورونا، كابتن طارق الغنام مدير اداري موجود، وليد الخراط اداري، نادي الخزام اخصائي تغذيه، الدكتور احمد عادل سمعت ان هو ستيل يعني ايجابي. لا موجود، لا موجود، موجود بس هيثم على لطفي، هيثم يمكن هيثم الضبع هو الكورونا، محمود حمدي مخطط يا رب مخطط، محمد عيسى اخصائي المساج، عرفت ان حامد برضه عنده مشكله. وخلينا نوضح ان كوتش اشرف توفيق النهارده هيقود الفرقه من المدرجات، لانه طبعا لازال ياخد طرد في المباراه ما ينفعش يلعب. كابتن هيثم برضو، حامد من الشخص حامد الكاس، رجل مهمات بتاع النادي الاهلي، بصراحه اصيب كورونا لكن معلوش اعراض كده، بس الراجل ده يعني بيعمل مجهود جامد جدا، محبوب بالنسبه للفرقه، معاهم بقاله فتره كده، حافظ احتياجاتهم كلها. طب كابتن، انا برضو حته معلومه عايز اوضحها للساده المشاهدين، ان الكوتش اشرف توفيق، انا تذكرت يعني الكوتش اشرف توفيق خد تكنيكال فاول في تكنيكال فاول، انما مش طرد مباشر، اللي بياخد خطا فني وخطا فني تاني بيطرد، ولكن طبعا ما بيطبقش عليه عقوبه اللي بيطرد مباشره، فيقال يعني احنا بس عايزين نتاكد من اللائحه وهنتاكد وهنقول، واكيد مراسلنا محمد توفيق مراد الملعب هياكد لنا المعلومه دي ولا لا، بس اتوقع
ان احتمال كوتش اشرف توفيق يكون في الملعب لانه خد تكنيكال اثنين تكنيكال فاول وليس طرد مباشر تقرير الا ما يكون تم كتابه التقرير الحكم كتب فيه تقرير لكن اعتقد التكنيكال فاول مفيش تحقيق والماتشات شغاله مفيش تحقيق ممكن بعد كده لكن اعتقد تكنيكال فاول في تكنيكال فاول هيبقى فيه غرامه غرامه وبيستبعد من نفس المباراه اللي هو بس انما المباريات اللي بعد كده بيقدر يقول الا لو زي ما بس خليني اقول شهاده للحق والله يا كابتن وهفضل اقولها الكوتش اشرف توفيق يا جماعه انا اتمرنت معاه فوق ال 15 سنه الكوتش اشرف توفيق رجل دامس الخلق عمره ما بيتلفظ بلفظ خارج نهائيا بالعكس اي اعتراض ليه بيكون في نطاق ال او مش اعتراض اي يعني ملاحظات ليه بيكون في نطاق الـ الكلام الكويس والخلق الطيب كوتش اشرف توفيق انا من غير ما اعرف ايه اللي حصل مستحيل الكوتش اشرف توفيق يكون تلفظ باي لفظ خارجي او اي حاجه هو عصبيه ملعب وكان بيتكلم مع اللعيبه وبعد كده كابتن سامح استفانوس اتوجه له هو اللي راح له انما كابتن اشرف توفيق ما راحش للحكم الحكم هو اللي توجه للكوتش اشرف توفيق على اللاين فالحقيقه كابتن اشرف توفيق يعني من الناس اللي خلقا يعني على قدر عالي جدا من الاخلاق ويمكن ضيوفي ياكدوا هذا الكلام وحضرتك يعني كابتن سلعاوي انت اتعاملت مع كوتش اشرف سنين طويله واكيد يعني كلامي راجل يعني من كتر اخلاقه ومن كتر يعني لسانه الكويس يعني بيبقى بنقول عليه خجول زياده على اللزوم هو راجل جهاز فني محترم واشرف معروف بدماسة خلقه يعني هو بس هو انا زي ما قلت لك انا كنت انا يعني انا عندي احساس ان الفرقه مضغوطه شويه كلاعيبه وكجهاز احنا ان شاء الله المكسب هيخرجهم من الضغوط ده اتفرج على فرقه تانية ان شاء الله كابتن دي لقطات حيه من ارض الملعب وزي ما احنا شايفين فريق النادي الاهلي نزل ارض الملعب وبدا عمليه الاحماء يمكن زي ما قلت لحضراتكم في انضمام اثنين لعيبه من اقوى طبعا مفاتيحنا الهجوميه والدفاعيه امين ايهاب امين وعمرو الجندي عملوا مسحه النهارده تحت اشراف الاتحاد المصري لكره السله اللجنه الطبيه طبعا وتم تأكيد سلبية مسحتهم وهم هيشاركوا النهاردة إن شاء الله وأكيد اللقاء دي هيكون معانا من أرض الملعب من خلال تغطيتنا وهيعطوا ثقة للفرقة اتفضل يا كابتن هيعطوا ثقة للفرقة طبعا لأن حتى لو ما فادوش فنية نتيجة للراحة الإجبارية اللي كانوا واخدينها عشان ظروف المرض لكن هم كثقة بالنسبة للفريق ورفع نوع معنويات ووجودهم على البنش يختلف عن هما مش غير موجودين في حتى بس يا كابتن هاسم يعني انت قلتها برضه طب يا كابتن في حاجه بس عايز اوضحها سبورتنج وسموحه كانوا بيلعبوا ثالث ورابع وكان سبورتنج حسم خلاص كسب ماتش يعني حسم المركز الثالث كسب اتنين مرتبط وكسب كبير الماتش الاولاني اتفقوا مع بعض ما بيلعبوش الماتش الثاني ومشوا عشان كده الملعب فاضي المفروض الماتش ثالث ورابع قبلنا طب يعني ينفع يا كابتن ده هل ينفع ان الفرقتين حتى لو كان تحصيل حاصل المباراه ما تقامش لا انا ما اعرفش اللائحه في ايه بس هو اللائحه دي يا كابتن مش يعني انت اصلا بعد الحكام يا كابتن ما ماتش سبورتنج يكون فاضي نص دقيقه واللعيبه عايزه تقف فالحكم يقول لك ماتش سبورتنج السيدات امبارح يا كابتن ما كان تحصيل حاصل واتلعب يعني ينفع ده يا كابتن ولا ما اعرفش هو اشرف تحته في الملعب يا كابتن اشرف توفيق على البنش اهو ده كلامنا اتاكد وبشكر طبعا فريق العمل في الملعب اهو كابتن اشرف توفيق موجود في ارض الملعب وده ياكد انه هيقود الفرقه من ارض الملعب بس يا كابتن غريب انا بصراحه يعني من المرات القليله اللي هي ماشيه مش عارف هي ماشيه يعني شلبي كده ولا مش عارف اعرفش يا كابتن والله يعني سبورتنج وسموحه اتفقوا ما يلعبوش الماتش النهارده فخلاص توج اسبوع سبورتنج بالبطوله ومشي طبعا احنا بنبارك لسبورتنج طبعا وكابتن وائل المدرب الشاب كابتن وائل بدر وجهازه الفني ونادي سبورتنج والمسؤولين ومجلس اداره الف مبروك على المركز الثالث في فرقه معهاش محترف بامانه يعني حاجه جميله جدا يعني حاجه جميله ونبارك لهم بس هو الغريب عندنا ان هم ما لعبوش المباراه التحصيل الحاصل بس ايا كان الف مبروك لسبورتنج كابتن بتهيألي كده التشكيل بادئ برضه يمكن واضحه الدنيا بدات تبان شويه الدكتور هيثم اهو الدكتور هيثم موجود يبقى برضه هيثم عمل الدكتور هيثم عمل مسحه ولقى نفسه كويس برضه يبقى الحمد لله واحد كمان اتشال من قائمه كورونا المصابين بس كابتن برضه يعني موضوع كورونا ده ازعاج يعني زي ما احنا شايفين برضه في ارض الملعب كابتن اهو ده حاتم البحيري ده زهران اهو احد النجوم الصاعده عمرو زهران احد النجوم طبعا ابن الكابتن علاء زهران نجم مصر والنادي الاهلي من احسن الناشئين يعني عجبني بصراحه بصراحه يعني حتى في اول خمسه مع المباراه ما كانش عنده خوف وما خدش اي ما كانش فيه رهبه ماتش الاتحاد هو اللي حط اول خمسه بونت سلم لياب صحيح في حته كمان يا كابتن هاسم كنت بتتكلم فيها ان ساعه لما حصل شد مع الكابتن اشرف او كابتن اشرف بيسقع على الفاول المتعمد كان اللي جنبيه ايمن عبدين بالظبط
كابتن هو ده اللي بقوله. اللي حصل ان كابتن سامح استفانوس مش معنى ان انت الحكم الاول ان انت تيجي لغايه عنده انت جاي يعني انت ايه اللي او متضايق على اللعيب بتاعه حتى ما هو يعني متضايق بين اللعيب بتاعه حاسس ان الفاول دوت غير المتعمد ما كانش يستحق انه يتصفر فبيتكلم مع الحكم انت جاي يا كابتن سامح جاي لازم انت جاي تهدي ما انتش جاي عشان خاصة ان في حكم واقف في تكنيكال فاول يعني انا مش عارف ليه طب ساعه لما حصل مع كابتن مرعي حصل ايه انت سبته يا سامح ومشيت الناحيه الثانيه رغم ان كابتن مرعي كان ستيل برضه نيرفز وبيتكلم ان شاء الله النهارده باذن الله طبعا كل التوفيق لطاقم التحكيم هستعرض معاك يا كابتن سلعاوي الجهاز الفني طبعا لسله الاتحاد ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطيتنا المستمره لنهائي دوري المرتبط رجال الاهلي والاتحاد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطيتنا طبعا المستمره لنهائي دوري المرتبط رجال الاهلي والاتحاد صاله هيئه قناه السويس المباراه ستقام الساعه 8:30 باذن الله. كابتن سلعاوي اجل حضرتك نستعرض اسامي الجهاز الفني لنادي الاتحاد الاسكندري اتفضل يا كابتن. احمد مرعي مدير فني فريق الاتحاد الاسكندري وهو بقى مع الاتحاد بقى له الموسم الثاني او الثالث على التوالي. الثاني يا كابتن الثاني وهو مدير فني منتخب مصر كمان عمرو الصبخي مدرب عام ياسر مبارك مدرب محمد سمير مدرب خالد عبد الفتاح مدير اداري احمد بسيوني اداري دكتور محمد كمال طبيب دكتور محمد رضوان طبيب مساعد دكتور معتز مغازي مخطط احمال علي موسى مدلك عبد الرحمن الجلاد اخصائي اسلام فتحي مهمات واحمد خميس مهمات تمام يعني يمكن كان لنا تعليق شويه على الجهاز الفني اه في اثنين مدربين صح وفي ثلاثه مدربين مدرب عام واثنين مدربين ما شاء الله واثنين دكاتره واثنين مهمات حاجه يعني ما شاء الله يعني اتحاد اسكندري الجهاز الفني بتاعه يمكن اكتر من اللاعبين بتاعي يعني ما شاء الله 12 زي اللاعبين بس دي حاجه تدل على اهتمام النادي طبعًا اهتمام الكابتن محمد مصلح طبعا ما شاء الله لانه هو كان لعيب كره 13 كمان اكتر عندهم كان هو لعيب كره سله طب اقول لك على حاجه يا كابتن عندهم اداره احتياطي ده طب اقول لك على حاجه حضرتك حاجه نادي الاتحاد بيأسس فرقه السيدات دلوقتي عمل ودخل بيها وكسب وبيكسب والله يعني طالع خلاص طب لعلم حضرتك بقى انا اسعد واحد بهذا الخبر كابتن عمرو مصلحي مهتم بكره السله يعني طب اقول لحضرتك حاجه كمان الطايره بقى لهم سنتين بياخدوا خامس او رابع حاجه زي كده يعني ماشيين كويس جدا حتى في كره الطائره يعني في ما شاء الله يعني طفره حاصله في نادي الاتحاد بامانه في النشاط الرياضي بشكل كويس يعني لا هو برضو عوده كابتن مصلحي للنادي هو الاب الروحي للنادي والرياضيات بصراحه صحيح طب كابتن خلينا نتكلم عن صفقات سله الاهلي اللي جت الموسم ده واللي كانت اضافه كبيره واللي بتهيأ لي نادي الاهلي مش عامل الصفقات دي او العدد ده بعد القرار الجديد يعني خلاص آخر حاجه دي هو طبعا اتفضل يا كابتن احمد مهيب كان قادم منين يا كابتن احنا كلنا سبورتنج محمد مصطفى من مصر للتامين احمد حمدي كان لعيب بره في الدوري الامريكي في جورجيا لا كان في امريكا وبعد كده راح جورجيا وفي عمرو الجندي طبعا من نادي الجزيره وعمر طارق من نادي الجزيره فكنا بنقول ان هو طبعا مش هيبقى فيه خمس صفقات ممكن خلاص. بس هتبقى مكلفه لا مكلفه جدا العدد هيعد جامد طبعا هيخلي الناس تعتمد على ولاد النادي بقى بعد كده وتتبعت اعراض زي الكوره تعمل اعراض اللعيبه تلعب مثلا يلعب له 20 دقيقه في الماتش وتحت عينيا اجيب تحت عينيا اجيب وشايفه بدل ما افضل كل شويه اشتري ما ينفعش ان يبقى احنا زي الكوره الباسكت ماتش بيدخل داخل زي الكوره خالص بس خليني اقول لك كابتن حاجه قبل ما نروح لصفقات الاتحاد الاتحاد اليد عمل حاجه حلوه قوي اتحاد اليد عمل ايه عشان القصه دي قال لك انا اول كل موسم بيطلع قائمه اللعيبه الدوليين والله دي قائمه اللعيبه الدوليه انا عندي 22 لاعب دولي اهو اللي هيلعبوا معايا السنه دي انت كنادي ما تقدرش تتعاقد مع لاعب دولي وانت عندك واحد في نفس المركز دي حاجه برده دي حاجه جديده ما ينفعش تتعاقد مع لعيب في نفس المركز وانت عندك واحد دولي عشان يضمن ما يبقاش في اثنين دوليين في نفس المركز في نفس النادي لو عندك خلاص بس ما تتعاقدش مع واحد متعاقدش طبعا انا بقول دلوقتي على فكره اللقطات في الارض الملعب عمرو الجندي وهاب امين بيسخن يعني يخلوا بس اللقطات كده شويه هتيجي عليهم الكاميرا هتلف وهتيجي عليهم ايوه كده الله ينور عليك واحنا معاك اهو لغايه اهو ايهاب امين اهو اللي معاك كوره ودخل اعتقد ايهاب امين لكن عمرو وعمرو الجندي لسه قدامنا جاري كده عمرو الجندي وايهاب امين الحمد لله على السلامه ان شاء الله بيشاركوا في ارض الملعب وانا اتوقع ان شاء الله ان هم ده اليكس يانج اللاعب الامريكي المحترف بصفوف النادي الاهلي ومن احد اعظم اللعيبه الاجانب اللي جم في مصر الحقيقه وده بياكد على اللي احنا كنا بنقوله النادي الاهلي بيجيب صفقات ليفل 1 دلوقتي ما عادش اللاعب يجي يعمل فارق مش يجي وخلاص لا
فطبعا انا بحب اطمنكم، ده احمد حمدي اهو، سيف سمير عمل مباراه رائعه الماتش اللي فات 40 دقيقه وادى اللي عليه وزياده. يعني كابتن سلعاوي بيتهيالي يعني، يعني لو الفرقه دي بس يعني هاب امين كانوا متمرنين بدري شويه حتى كان هيختلف الوضع. طبعا طبعا كان هيختلف الوضع، بس الحمد لله يعني احنا برضو ما يعني احنا ظروف احسن من الاول الحمد لله، واحنا دلوقتي في وضع افضل من الاول لله. وان شاء الله باذن الله احنا عندنا ثقه فيهم باذن الله. وحضرتك قلت لي الماتش ده المره اللي فاتت، قلت لي يا كابتن احنا 5 قصاد 5. هم 5 ده عبد الله ناصر اللاعب الناشئ. اتفضل يا كابتن. يعني احنا زي ما قلت لك احنا 5 قدام 5، واعتقد ان شاء الله الثقه اللي خدوها الفرقه بتاعتنا المباراه اللي فاتت والاولاد صغيرين اللي خدوا الثقه دي، اعتقد انها تترجم بالاضافه الى قوه الضربه الاثنين اللي هم زادوا السنه المباراه دي. فاحنا نتامل ان شاء الله. ايهاب امين اهو يا كابتن، ايهاب امين اهو يعني. واعتقد ان عمر طارق مش في اسمه ايه ده، عمر الجندي مش في الملعب. لا موجود. انا شفته موجود يا كابتن عمرو الجندي موجود. ربنا يوفقهم، اول ما تيجي الصوره عليها هنوضح ان شاء الله. ربنا يوفقهم. اقول لك على حاجه كابتن بقى، يعني بتوع الباسكت هيفهموا الكلام اللي بقوله ده. عمرو الجندي من اللعيبه اللي مش يعني التمرين ما بيفرقش معاه قوي، هو عنده سنس عالي بيفرق طبعا مع كل اللعيبه، هو شكله ولكن بيكون زي ما بتقول يا كابتن بيبقى احساس ايده عالي ممكن يعوض عنه شويه. اللي هو حساس اللياقه بتفرق بس معاه. اللياقه بتفرق بس ايده حساسه يعني. ده ايهاب امين اهو واحمد مهيب والجمال طبعا كان نجم فوق العاده الماتش اللي فات، طلع من 4-3 بونت. الميزه في الاثنين اللي هم عادوا النهارده ان هم مهاريا عاليين جدا. صحيح. فتحب تبص يعني، فهو بيبقى عنده لمسه جماليه عاليه جدا، ف شويه عزيمه بقى بتعوض. بص شوفها في قاعده تقول لك كلنا مرينا بالمرحله دي. يعني على فكره هيثم برضه في بعض اوقاته كان بيلعب وكان قاعد فتره مش عارف كان عنده ايه، الله يعود الاصابه او حاجه، ورجع وكان برضه فورمه. بس هو ماتش واحد يا كابتن. وكان فورمه. لا قصدي اقول لك بعد كده كابتن هيثم في قاعده تقول لك ما تاخدش من اللعيب فنيات الا على قد البدني اللي عنده. صحيح يا كابتن. يعني لعيب عنده بدني عالي، وبعض اللاعبين بتحس ان هو فنيا على قده، البدني بتاعه لما بيعلى بتحس ان اللاعب بيعمل حاجات فنيات. بص يا كابتن عمرو الجندي اهو على الشمال اهو. هو اللي لابس سمنتين سودا اهو عمرو الجندي. لا اهو ده عمرو الجندي اهو بيسخن في الملعب. اتفضل يا كابتن ناصر. فقصدي اقول يعني ربنا يوفقهم على قد البدني اللي عندهم. بس خلينا برضو يا كابتن نقول مش هنتوقع منهم ايه، لو جيت كتير حلو، ما جاش يبقى هم معذورين. كتر خير يعني بصراحه. وكل الفرق على فكره يعني انت برضو ما فيش حد بيتحط في الظروف دي بتبقى يعني ايه. وخلينا برضو يا كابتن نشيد بال16 هم اللي ادونا الفرصه الثانيه دي. طبعا طبعا هم طبعًا اللي اعادوا يعني، ما هي في المرتبط هم اللي اعادوا الامل للفرقه وان هم عملوا مجهود. انا بقول لحضرتك فرقه ما خسرتش الموسم ده. طب كابتن النادي الاتحاد عمل صفقه واحده بس اللي هو الامريكي جايلين بارفورد. بارفورد هو ده التغييره الوحيده اللي اتغيرت مع مرعي السنه دي، واعتقد انه عنده تغييره في يناير تاني. طب كابتن ايه رايكم نطلع لارض الملعب والزميل محمد توفيق ولقاء مع الكابتن اسلام الكلاني مدرب او مدير فني فريق 16 سنه. اليك الكلمه محمد. طيب محمد لسه مش جاهز، طب هننتظر لما يبقى جاهز. مهم جدا نجيب اسلام الكلاني لانه زي ما قلت لحضرتك عمل جهد جامد. وخليني اقول لك برضو يا كابتن حاجه مهمه، انه محترف الاتحاد الماتش اللي فات في الكوارتر الرابع كان له دور كبير طبعا. هو اللي قلب الدفه شويه يا كابتن سلام. على فكره على فكره مدرب محترف كويس جدا ده، كان بيلعب في ايطاليا، جه من ايطاليا يعني، كان اخر الدوري الايطالي وكان هناك هداف في الدوري الايطالي. وهو في ميزه انه بيلعب الفرقه وبيعرف هو بيحط باسكت امتى، عنده خبرات برضه. وانا في اعتقاد الشخص انه احسن من بتاع السنه اللي فاتت بكتير. لا قال ان هاريس اعتقد كان اقوى منه. طيب محمد توفيق بلغوني جاهز. زميل محمد توفيق من ارض الملعب ولقاء مع الكابتن اسلام الكلاني مدرب طبعا فريق 16 سنه. اليك الكلمه محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، مساء الخير على ضيوف حضرتك الكرام، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كده على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مساء الخير على جمهور الاهلي العظيم. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الابطال في كل ملاعب وصالات مصر، ومباراه النهائي بتسلة المرتبط بين الاهلي والاتحاد رجال. يعني الاجواء هنا كابتن هيثم عايز انقلها لحضرتك، الاجواء اكثر من رائعه. فريق النادي الاهلي الحمد لله يمكن عوده عمرو الجندي، عوده ايهاب امين بيتمرنوا مع الفريق، اجواء هنا اكثر من رائعه، حاله معنويه ممتازه. يمكن كابتن اشرف توفيق والجهاز المعاون واللاعبين كانوا حريصين نزول ارض المباراه مبكرا، يمكن مباراه الثالث والرابع لم تلعب على الصاله بين سبورتنج وسموحه. النادي الاهلي يمكن متواجد هنا من بدري جدا قبل فريق الاتحاد بكتير، كانوا حريصين ان هم ينزلوا الصاله ويؤدوا التمرين وعمليات الاحماء من بدري جدا. الحاله هنا يعني معنويه كمان بعد فوز فريق المرتبط على الاتحاد بفرق كبير جدا
70-26. ان شاء الله النادي الاهلي يكون عند الموعد زي ما عودنا عود كل الجماهير ويحقق الفوز، وان شاء الله بطوله الدوري المرتبط السادسه في تاريخ الفريق. معنا في هذه اللحظات يعني ابطال المرتبط كابتن اسلام كيلاني مدرب الفريق. انا الف مبروك كابتن، اداء اكثر من رائع المباراتين رغم كل الظروف، كنت عند الموعد ويمكن حققت الفوز بفرق كبير قوي في الماتشين. الله يبارك فيك. الحمد لله الولاد كانوا على قد المسؤوليه. احنا من اول ما ابتدينا بطوله المرتبط واحنا اتعهدنا ان احنا ان شاء الله البطوله دي بلا هزيمه، وان شاء الله ان شاء الله الرجاله بتوعنا واللعيبه الكبار بتوعنا ان شاء الله يحسموا البطوله النهارده باذن الله، وربنا يكتب لنا خير ان شاء الله. انا اعتقد دوركو كان كبير ومؤثر برغم ان زي ما اتكلمنا اكتر من مره قبل كده وقلنا ان بدل 18 16 دول بقى اخطائهم كتير، لكن اعتقد ان حتى اشبال النادي الاهلي رجال وعلى قد الموعد وعلى قد المسؤوليه. دي حقيقه فعلا. الحمد لله الولاد قاموا بدور ومجهود كبير واحترم، وكان هدفنا ان احنا دايما الفريق الكبير يلعب من غير ضغوط، هو مش محتاج انه يكسب، يعني احنا نكسب علشان هو ما يبقاش محتاج دايما انه يكسب ماتشين وتحت بريشر. والحمد لله احنا قدرنا يعني دورنا البسيط ده نقوم بيه، وانا متاكد برضو ان هم هدفهم ان هم يكسبوا كل ماتشاتهم، فان شاء الله الظروف اتحسنت. وانا شايف رجوع ايهاب امين وعمرو الجندي هيدي دفعه معنويه للناس كلها، وان شاء الله النهارده احنا الابطال باذن الله، ربنا يكتب لنا ان شاء الله. اعتقد التجربه والبطوله السنه دي هتفرق مع الجيل دوت في بقيه حياته، 16 سنه والشخصيه بتتكون بالشكل دوت، ويكونوا على قد المسؤوليه ويساعدوا الفريق الاول، اعتقد هتفرق كتير جدا مع الجيل ده في تاريخه. طبعا كل ماتش هم بيلعبوه وكل شوط هم بيكسبوه هم بيزدادوا خبره، هم بيتقلوا في الملعب، وده ابتدى يظهر في الماتشات الاخرانيه ان هم يعني ما بقاش عندنا مشكله ان فرقه تعلى علينا او فرقه احنا عاملين ليد عليهم، هم كنترول وفي ثبات انفعالي، فالحمد لله دي خبرات، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يتوج مجهودهم النهارده بالمكسب ان شاء الله. شكرا كابتن، بتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعنا يعني ابطال فريق الشباب بالنادي الاهلي تحت 16 سنه، يعني بلال محمد نجم النادي الاهلي تحت 16 سنه، يعني الف مبروك، اداء اكثر من رائع على طريق على مدار مشوار البطوله، وكمان اعتقد ماتشين الاتحاد كنتوا فوق العاده. الله يبارك في حضرتك. احنا الحمد لله احنا قدرنا نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، والحمد لله احنا عملنا اللي علينا، وناقص النهارده ان شاء الله الدرجه الاولى تكسبنا المرتبط ان شاء الله، ويعني الحمد لله احنا كسبنا الماتشين بفرق سكور، وده طبعا بمجهودنا وطبعا الاول بفضل ربنا وفضل كابتن اسلام وبمجهودنا طبعا، والحمد لله. يعني هيفرق معاكم كتير قوي يا بلال في سن 16 سنه تبقوا فرقه مرتبط ونتائجكم مرتبطه بالفريق الاول، اعتقد ده هيبني شخصيتكم وهيبني ابطال جداد للنادي الاهلي في المستقبل. طبعا يعني احنا خدنا خبرات كتيره جدا من الماتشات دي، الماتشات دي كانت صعبه جدا، والحمد لله احنا قدرنا نتعداها يعني، والحمد لله يعني، وان شاء الله نكتسب خبرات كبيره ونكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. شكرا، بالتوفيق في اللي جاي بلال ان شاء الله. كاملين يا كابتن هيثم، ومعانا نجم تاني من نجوم فريق 16 سنه في النادي الاهلي، يعني فؤاد احمد سعد. يعني فؤاد الف مبروك الفوز، واعتقد ان يعني احنا متعودين منكم دايما على الاداء الكويس والفوز، لكن اعتقد كمان في الظروف دي الفرحه مضاعفه. طبعا الله يبارك في حضرتك، يا بطوله بيتمناها اي ناشئ تحت 16 سنه وبيفكر فيها وبيحارب عشانها، يا بطوله ما بتجيش غير كل لاعب مرتين او مره كل سنه، فاهم؟ فحضرتك يا البطوله دي كانت فرقه معانا جدا، وكان يعني بامكاننا نكسب ماتشين اللي هنلعبهم، وما بنشيلش هم اي حاجه ثانيه، وبنسيب الباقي على الدرجه الاولى لو كسبنا الماتشين. فنيا بقى فارق معاكم ازاي انكم 16 سنه واول سنه لكم مرتبط، وربط نتائجكم بنتائج الفريق الاول؟ يعني طبعا يعني توتر، بس يعني المفروض ان احنا يعني لو خسرنا بنقع ماتش بنسيب الباقي على الدرجه الاولى، وده بيبقى اصعب من ان احنا نخسر ماتش. فحضرتك يعني الحمد لله على كل حاجه وان احنا كسبنا الماتشين دول. شكرا فؤاد، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا مع كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني للفريق المرتبط ولاعيب الفريق، وان شاء الله مستمرين متواصلين مع حضرتك في مزيد من اللقاءات، ونوعد حضرتك ونوعد كل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي ان هيكونوا معانا هنا في الحدث من داخل سايت هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كلمه ايه كابتن هيثم؟ الزميل محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا ليك. اعزائي المشاهدين، هنكمل مع حضراتكم تغطيتنا المستمره لنهائي طبعا مرتبط رجال كره السله الاهلي والاتحاد، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وجانا حالا من ارض الملعب تشكيل الفريقين اللي هم هيلعبوا. يعني احنا قلنا القايمه، ولكن التشكيل اللي هيلعب المباراه ضيوفي طبعا هستعرضهم معاهم. كابتن مراد، تشكيل النادي الاهلي النهارده مين؟ هو ان شاء الله عمرو الجندي الحمد لله موجود، ايهاب امين، اليكس يون، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، حاتم البحيري، عمرو زهران. تمام، دول 12. كابتن السلعاوي، احمد عادل، اسماعيل، ده تشكيل الاتحاد. ال 12 اللي هيلعبوا احمد عادل ومعاهم اسماعيل احمد، مصطفى فوده، هيثم كمال، مؤمن دوجا، محمد ميدو، جالم بارفورد، يوسف شوشه، احمد صباغ، احمد بيبو، ورامي ابراهيم، وعلي محمد. اللي بره ادهم الصباغ بس. تمام يا كابتن. طب بالنسبه لطاقم التحكيم النهارده، الحكم وائل صبحي ومحمد ابراهيم ومحمود ابراهيم واحمد الفلكي مراقب المباراه. كابتن الفلكي مراقب. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يا رب تعدي على خير. تعدي على خير. طب يا جماعه، محمد توفيق جاهز من ارض الملعب ولا لسه؟ لسه. طيب كابتن، دلوقتي هل في مفاجآت حضرتك شايفها في تشكيل الاهلي، ولا هو ده احسن الحلول المتاحه؟ والله انا شايف طبعا كابتن اشرف ما عندوش حل غير هم دول. هو كمان معتمد على لعيبه صغار 18 سنه و20 سنه زي عمرو زهران وعبد الله ناصر. تالي يا كابتن، ده اكبر مكسب في البطوله الحقيقه. هو صراحه ده اكبر مكسب بخلاف محمود وليد. محمود وليد طبعا، وفي بودي حسام. وبودي حسام بس احنا شفنا بودي حسام بيسخن، بس ما حطوش في السكور. ممكن ما يكونش، بس يعني ما كان بيسخن مع الفرقه. طب يا كابتن، برضو بالنسبه للاتحاد يا كابتن سلعاوي، او نادي الاتحاد، هل في مفاجآت في التشكيل ولا هو التشكيل ثابت؟ نفس اللي خاض بيه الكابتن احمد مرعي المباراه الماضيه. ونفسنا نشوف مباراه كويسه، عايزين نتمتع كباسكت، والناس اللي بتتفرجوا معانا في قناه الاهلي يتمتعوا بالمباراه، وفي ظل قياده تحكيميه اعتقد موفقه. طب كابتن، عشان احنا ممكن هنروح للملعب على طول، او هنروح لزميل يعني محمد توفيق وبعد كده الملعب، توقعاتك للماتش النهارده ايه؟ برضه زي ما توقعنا، المباراه مش يعني المباراه مش سهله، المباراه في اخر لن تحسم الا في الفترات الاخيره. كابتن عماد، زي ما قلنا بكده 5-5، والماتش في الملعب، وربنا يوفق نبدا يعني يكون ان شاء الله السبق للاهلي ان شاء الله. اهم حاجه البدايه، كمان البدايه تكون قويه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هننتقل الى الزميل محمد توفيق من ارض الملعب، ولقاء مهم مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. الكلمه اليك زميلي محمد. اهلا بيك مره ثانيه كابتن هيثم، بضيوفك الكرام، كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين وتغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي ونهائي دوري المرتبط رجال ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. حابب ان لحضرتك برضو الاجواء اول باول هنا داخل الصاله. فريق النادي الاهلي زي ما قلنا نزل مبكرا لاجراء عمليات الاحماء، كمان نادي الاتحاد نزل دلوقتي يجري عمليات الاحماء. عايز اقول لحضرتك ان قائمه ال 18 قائمه ال 12 في النادي الاهلي او السكواد اللي هيبدا بالمباراه تاخرت لوقت متاخر جدا. كان في تيست بيتعمل لمودي الجرحي، هل هيقدر يكمل الماتش او هيبدا يبقى موجود مع الفريق في الماتش او لا؟ ده يمكن اللي اخر شويه قائمه ال 12 لاعب اللي هيبدا بيهم النادي الاهلي المباراه. لكن ان شاء الله اللاعبين في حاله معنويه مرتفعه جدا، ان شاء الله يكون الفوز يا رب حريف النادي الاهلي. ومعانا اكتر عشان نتكلم عن المباراه كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. كابتن احمد، يعني كان الله في العون، ظروف صعبه، لكن ان شاء الله يعني النادي الاهلي عند الموعد والاهلي بمن حضر. لو برحب بيك وبكابتن هيثم السعيد وبضيوفه كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد نجوم النادي الاهلي. يا رب يعني يا رب النهارده نقدر نعوض خساره اول امبارح. طبعا مش هنحكي تاني في الظروف المحيطه بالمباراه والاوضاع اللي احنا فيها. كنت اتمنى النهارده ان اشوف الملعب عمر طارق، كنت اتمنى ان اشوف محمد مصطفى، كنت اتمنى ان اشوف عبد الفضيل، ثلاثة كانوا هيفرقوا معانا جدا. كنت اتمنى ان يكون السلعاوي رجع، كنت اتمنى ان ايهاب امين وعمرو الجندي يكونوا متمرنين. عايز اقول لك يعني ان كل يعني انا اللي انا بتمناه ده كان المفروض يتمناه طبعا اكيد قبليه اتحاد اللعبه طبعا، لان دي اللعبه بتاعته، هو المفروض يبقى عايز النهائي ده يبقى عرس ما بين الفريقين، هو اللي نفسه الفريقين يبقوا كاملين النجوم، بحيث ان الماتش يعني المنتج اللي هو بيديره يبقى في اعلى صوره. قدر الله ما شاء فعل. رجاله النادي الاهلي عودونا ان هم بيلعبوا في اي ظروف. عايز اقول لك ان يعني شفت روح غير طبيعيه من عمرو الجندي وايهاب امين. يعني انت لو يعني لو احنا في ظروف طبيعيه هقول لك ان لا ما ينفعش العبوا الناس، يعني من على السرير كورونا على الملعب
يعني لا يعني عايز اقول لك الموضوع وصل لمرحله يعني بوكا يعني عياط يعني اللي هو عمري انا هاجي العب هاجي هموت نفسي في الملعب واللي ربنا مقدره ويحصل. نفس الكلام ايهاب ان هو اللعيبه لا احنا هنيجي نلعب وهنساعد الفرقه باي مجهود هنقدر دي 5 دقايق 10 دقايق كده. النهارده مش يعني مش عايز الناس تبقى ايه تحكم عليهم او تضغط عليهم لان ظروفهم طبعا. تخيل انت 10 ايام من غير ما بتتمرن ما بتجري ما بتلعب باسكت. فان شاء الله بس عندي 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 يعني امل في ربنا ان هم عندهم مخزون يعني مخزون فني ومخزون بدني ان شاء الله يقدروا يستغلوه النهارده في المباراه مع زمايلهم اللي عملوا مباراه كبيره من غيرهم اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله نحقق المكسب دي لان بصراحه تبقى بطوله غاليه عندنا. عارف ان بطوله المرتبط ما هياش طموح جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي طموحه انه يرفع دوري السوبر السنه دي انه يرفع كاس مصر. بس طبعا جمهور النادي الاهلي واللي احنا كلنا منه متعودين ان احنا لو ماتش ودي بنلعب على مكسب ان شاء الله. كابتن احمد تحيات كابتن هيثم في الاستوديو وضيوفه كابتن سلعاوي وكابتن عماد بيبلغوك تحياتهم ودعمهم الكامل ودعم كل جماهير النادي الاهلي ليكم النهارده. وبرغم كل الظروف احنا كلنا ثقه فيكم ان رجال النادي الاهلي يقدروا في اي وقت والاهلي بمن حضر زي ما بنقول دايما. يا رب يا رب يا رب. يعني والله صدقني فرحه جمهور النادي ده النهارده هي المهمه بالنسبه لنا ولا فارق معانا اصلا اي حاجه غير فرحتهم. يا رب ربنا يقدر يقدرنا النهارده وان احنا نسعدهم ويكون التوفيق معانا ويكون مكتوب لنا ان احنا نرجع بالكاس ده ان شاء الله. الاجواء داخل المعسكر انهالنا وطمنا على بقيه عناصر الفريق. يمكن كنتوا حريصين النهارده نزلتوا ملعب المباراه بدري جدا تعملوا عمليات احماء من بدري. كابتن اشرف توفيق كمان متواجد معاكم النهارده وهيدير المباراه فنيا من ارض الملعب. والله صدقني الاجواء جميله من اللعيبه. كل اللعيبه اللي عنده اصابه بيضحي اللي عنده حاجه في رجله بيضحي بيها في سبيل يعني فانيله النادي. كابتن اشرف توفيق عمل محاضره في الاوتيل ويعني التعليمات بقى الاخيره الهجوميه والدفاعيه ونقط القوه والضعف سواء عندنا او سواء في الاتحاد. فلا اللعيبه كلها على قلب رجل واحد. نفس الكلام اللي قلته على عمرو وعلى ايهاب بقوله على مهيب وعلى الجمال وعلى مودي الجرحي. الثلاثه يعتبروا تقريبا مصابين بس يعني طبعا حقن مسكنه ادويه تسخين بطريقه معينه وان شاء الله يعني ما حدش يوم هيبخل باي جهد. اللي هيلعب دقيقه النهارده محتاجينه في الدقيقه دي. شكرا كابتن وبالتوفيق كل الدعم ليكم وان شاء الله واثقين فيكم ان شاء الله تقدروا تحققوا النهارده الفوز وتسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. ربنا يخليك ميرسي جدا ويعني ان شاء الله كده باذن الله جمهور النادي الاهلي يفرح باذن الله. كابتن هيثم ده كان لقاءنا هنا مع كابتن احمد الجرحي من ارض الملعب. معاك دايما ومستمرين في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي وكل جديد ان شاء الله يكون مع حضرتك على الشاشه. كلمه ليك كابتن هيثم وكل ضيوف الكرام. الزميل محمد توفيق ولقاء مهم مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام ويتضح ليا ومقدرين طبعا الحمل الملقى على عاتق الجهاز الفني واللاعبين في اسعاد الجماهير. وخليني اقول لكم كلمه واحده النادي الاهلي او جمهوره ده حماه. اذا كنا كلنا عشق فعشقنا الجمهور النادي الاهلي ليس له حدود. كابتن يمكن احمد الجرحي بان عليه المسؤوليه التركيز اكيد ده ما نقول للاعبين بشكل كبير. طبعا بص يا كابتن هيثم طالما في الروح ديت ان شاء الله ربنا يكرمنا. هي نقطه بس صغيره حبيت اوضحها بالنسبه للكابتن اشرف من ضمن برضو اسباب ان هو كان متنشن. حصل حاجه غريبه جدا. علاء لطفي المحلل كان قاعد معاه قبل الماتش ساعتين بيحلله المباراه. في الاخر بعد لما خلص الساعتين كورونا اتضح ان هم بيعملوا له مسحه لقوه ايجابي. تتخيل انت بقى الحاله النفسيه للاشرف توفيق بعد طبعًا لما عرف ان ده اللي قاعد معاه بقاله ساعتين عنده كورونا يبقى نازل الملعب عامل ازاي؟ لكن تتخيل مرعوب طبعا. كابتن سلعاوي يمكن كلام كابتن احمد الجرحي انا باكد على حته المسؤوليه. الاحساس بالمسؤوليه بيخلي حتى المشاهد متقبل اي نتيجه ممكن تحصل لانه اللي قدامه ما قصرش والمكسب والخساره بتوع ربنا سبحانه وتعالى. احمد الجرحي من المدربين اللي بتعشق النادي الاهلي بصراحه ومن المدربين اللي انا بحبهم شخصيا يعني ومتوقع ليه ان هو ان شاء الله مدرب المستقبل بالنسبه للنادي والمصري يعني. وكلامه بيدي ثقه كبيره جدا واحنا الحمد لله معاه كل الدعم الاستوديو معاه وجمهور معاه وان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا بالكاس لان هم تعبوا ويستاهلوا وتحملوا ضغوط غير طبيعيه على مدى لا يقل عن ممكن سنه.
من اخر بطوله بعد يعني، فهو كان عندهم عايزين يردوا ويرجعوا ويتسيدوا، وانا عندي احساس ان شاء الله النادي الاهلي هيتسيد الباسكت بول الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سلعاوي توقعاتك لاول خمسه من النادي الاهلي؟ انا اعتقد لن يغامر، متهيألي مش هيبدا باللعيبه اللي هي لا لا مش ما اعتقدش نفس الخمسه تقريبا، نفس الخمسه ممكن، لكن ما اعتقدش ان هو هيقدر يغامر بيهم يعني. طب كابتن عندنا ازمه تحت الحلقه بخصوص الحضرتك طبعا، لاعب ارتكاز قديم ومن افضل لاعبي الارتكاز في مصر طبعا كابتن حضرتك كابتن عماد، شايف عندنا ازمه تحت الحلقه بغياب عبد الفضيل وغياب عمر طارق؟ لا انا بالمستوى اللي ظهر بيه سيف وال مفيش ازمه، وان شاء الله الامور احمد عند يعني مفيش ازمه انا يعني اعتقد، وان الامور هتصير طبيعيه، وان في الاخر هم خمسه بيلعبوا ضد خمسه، لكن هي اللي هيفرق هو القوه والعزيمه والرغبه في الفوز، الرغبه في الفوز من اكبر دوافع المكسب. كابتن عماد توقعات حضرتك للبدايه، هل كوتش اشرف هيبتدي بنفس الخمسه ولا ممكن يدفع؟ انا رايي هيبدا بنفس الخمسه اللي بدا بيه سيف، سمير، اليكس، محمد ابو النصر، حاتم البحيري، عمرو زهران، يعني واخدين باور فيهم الخبره وفيهم الناشئ زي عمرو زهران، ربنا يوفقهم ان شاء الله تكون بدايه. وانا يعني يمكن ما سالتش حضرتك بالنسبه للاتحاد، لان كلنا عارفين ان كابتن مرعي بيعمل روتيشن سريع، فاول خمسه ما بيلحقوش يقعدوا، ما بيبقاش عارف بيلحقوش يقعدوا، ده غير 10 في اول شوط 4 دقايق وبتاخر 10 لعبوا في شوط واحد بس. اسلوب مرعي سواء في المنتخب او في النادي ده اسلوب توكلنا على الله، توكلنا على الله. اعزائي المشاهدين، الى ارض الملعب.